فكل نصير ولدي بصوتي غني انصر لعبد فقير انت اللي عالم بحالك يا عليم يا خبير سهل اموري وسامحني على التقصير يا ربي عبدك ضعيف يا ربي عبدك ضعيف وانت قوي وكبير وارزقني يا ربي ولا تحوجني في يوم للغير وافتح لي كل القلوب ليذكروني بخير جديدة لسه ما وصلتش الى شرائط الكسر وشوف يا حبيبي قبل ما هتكلم في القصة دي هقول لك ايه ومش هقول الا ما تصلوا عليه يلي في مدح النبي هايل صلي عليه واذكر ربك اذا كنت قاعد او قايم او حتى نايم على جنبك يلي في مدح النبي جاير صلي عليه واشكر ربك اذا كنت قاعد او قايم او حتى نايم على جنبك يلي انت مذنب توب لله وقدم الخير في حياتك يلي انت مذنب توب لله قدم الخير في
حياتك لا تيأسوا من عفو الله ما تقولش قطر التوبة فاتك ده التوبة لجميع الباب مفتوح وربنا اسمه الدواب التوبة لجميع الباب مفتوح وربنا اسمه الدواب وللبقان عصاه ونروح للنار برجلينا يا احباب وكلامي ده موعظة في الدين كله حكم ودروس في الدين يا ربي قد بلغت خلاص فاشهد عليا وعلى السامعين وبالمناسبة انا احكي لكم علي سلام الايد والعين والقصة حلوة حتعجبكم ده حديث لطاغة كحيل العين القصة حلوة حتعجبكم ده حديث لطاغة كحيل العين قصة زينب ونجاة والشيخ نور المداح أنا هحكي جاب إخلاص تيجا موعظة للناس نجحت شباب وكان طايش وفلوسه كتير متريش فرحان بشباب وعايش على السيجار والكاس كان في القمار لعيب وفي الحرم كسيب كان في القمار لعيب وفي الحرم كسيب ومزاجه انه يعيب ويجيب في سيرة الناس وهويته يا حضرة انه يلغي الستات وايديه لها حركات وعيونه عيون بصباص يعني بيزني في الدين ولسانه يا ناس وعنيه يعني بيزني في الدين ولسانه يا ناس وعنيه وعلى البلاش تلاقيه ينصر لبنات الناس هشرح حكايته واقول مول وشرحه يطول وكل راجل معقول حيتابع الاحداث وحي يا صباح الفل يا اهلا يا اهلا يا مدد يا سيدنا الحسين مولد سيدك المرسى ابو العباس رضي الله عنه فكان المولد شغال وشاء القدر ان الوادي اللي مشيه هلس ده يقع في بنت درويش والدراويش الواصلين بيبقى لهم فضل كبير عند ربنا وبعض الناس يا سيادنا اما بيبص يلاقي معاه شويه مال بيدخل في دماغه الغرور وبينسى الموت صاحبنا ماشي سكران في ليله وكان مولد سيدك المرسي عمران الف مدد فماشي بقى مخه تقيل سكران فالبيت الدرويشة دي أبوها كان راجل غني وكل مولد من الموالد تلاقيه ناصب الخدمة بتاعته وقاعد بيذكر ربنا وبيصلي على حضرة النبي فشاء القدر انه قابل الست دي على الرصيف البنت بنت لابسة متحكمة ولابسة طرحة فلما لمحها بعينيه سكران مش في عقله مساء الخير مساء الخير مساء الخير قالت له خليك راجل مؤدب اذا كنت سكران وشارب الخمور روح اتوضى وصلي لك ركعتين وتعالى اقعد مع ابويا في الخدمه واعبد ربنا وصلي على حضره النبي قال لها شوف بقى وراح ما طلع السلاح من جيبه قال لها يا تيجي معايا هتخد بالرصاص
الوقت ليه ومحدش شايفهم، وقالت ربما الواد ده يضربني طلقه يموتني، مادام النيه خالصه لله ولرسول الله روحي معاه وربنا ان شاء الله يحفظك منه. ومشيت معاه زينب على العماره بتاعته. لقت عمارة فخمة بسم الله ما شاء الله، فتح الباب وراح قافله، وراحت هي مقدمة الشكوى لله الواحد القهار، وبصت له كده ونظرت له نظرة احتقار، ورحت بقه وحشة شارب الخمر وسكران، وقالت له والنبي انا عاوز اسيادنا الاداريين يسيبوني انا والجمهور، مالكوش دعوه بينا بقى، مش واحد يقول لواحد اسكت التاني يقول لا لو سمحت بس بس بس، مالكوش دعوه بهم، انا حر اتصرف معاهم اسكتهم ما هيصوا، ما احنا حرين مع بعض لو سمحت. انا بقى مش هقول لكم كده بقى، خلوا في العند شويه والعند شويه عشان نمشي مع بعض كويسين. يا 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 عمري والنسوان ضاع مالك، صباح الخير يا ابو فخري، مالوش دعوه هو بالكلام ده، مالوش دعوه بالتعمير، عمك فخري ده راجل صالح. مدد يا رب، كتر الفلوس غيرت طبعك واحوالك، وبدل ما تلعب قمار فنجر على عيالك. صباح الخير يا ابو علي، ابو الشيخ علي، اهلا اهلا. وبدل ما تلعب قمار فنجر على عيالك، حرام تسيبهم عرايا ومحتاجين العيش، وانت بتشرب حشيش ولا حد على بالك، محسوبك اسمه نجاح يا اغلى متفاح، ريحة كمسك وفاح عطره في كل مكان، يا زهرة الياسمين يا منورة البساتين، يا زهرة الياسمين يا منورة البساتين، جودي بنصرة عين للعاشق الولهان، يا ام العيون لك حق انا قلبي ليك مال، يا ام العيون لك حق قلبي ليك مال، قولي لي يا احلى غزال عالاسم والعنوان، زينب نور وانت شيطان مخمور، خاين ملكش امان، محسوبك اسمه نجاح يا اغلى من التفاح، قولي لي يا احلى
غزال الاسم والعنوان يا زهرة الياسمين يا منور البساتين خد بنظرة عين للعاشق الولدان قالت له يا مغرور انا اسمي زينب نور وانت شيطان مخمور خاين مالكش امان وحد قدمت الشكوى للمحكمة الإلهية وقالت لي يا رب الواد ده واد مغرور وسكران وعلمك بحالي يغني عن سؤال نجيني من الظالم قدمت الشكوى بقلبها فهجم عليها المجرم والطرح على وشها شوف ربنا عمله للدرويشة اللي هي دايما بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم التوكل على الله هيوصلك إلى دار النجاة شوف ربنا عملها إيه هجم علي جاوي مد ايديك بقلب جسور قالت له عيب يا قليل العقل يا مغرور ما سألش عنها وشد الطرح شاف النور كوكب ونوره سطح جات له غشاوة في عينيه ودماغه لفت وقع على الارض اغمي عليه زينب شافت منظره اتبسمت ضحكت والخطه نجحت وخرجت عرضها مستور بالصدفة كده المؤمن اللي إيمانه سليم دعاءه مجاب والمذنب اللي عصى ربه ورجع له وتاب بيتوب عليه ورزقه من أوسع الأبواب باب التوبة ما بتقفلش أبدا صباح الخير يا أبو فخري أكبر معلم في طنطا يا صباح الفل بشركة الغربية للصوتيات صباح الفل والمرئيات انا شايف عينك حمرة كده وشعرك واقف شايفك مبسوط قوي بشوف انا على بعد والله واللي تهجد سهر ما يضوعش تعبه فشوش والعبد منا ملوش غير ربه يا احباب فبعد ابوها ما خلص الكلام قالت له تسمح يا بابا وراحت واخده ابوها على جنب كده وحكت له القصه قال لها انت سليمه قالت له الحمد لله ساعه ما شد طرحه يا بابا اغمى عليه وقع على الارض سبته مرمي وجاي قال لها طيب تعالي ما نشتكي جابت له ورقه وقلم قال لها انت فاهمه انا هشتكي للبوليس ولا ايه قالت له امال قال لها لا
هنروح نقدم الشكوى عند سيدك المرسي ابو العباس. وراح واخد بنته كده ومجدوعه المقصوره وبكى كلام عشم بقى. بيقول لسيدك المرسي ايه؟ بيقول له بقى بنتي تنهان وانا ضيفك يا ابو العباس، ما اقول كرمتي انا عند الرجال تنداس. بقى الراجل ما بقى عنده ضيف بحميل، وابقى جاي ضيفك في الساحه بتاعتك وبنتي اتعمل فيها كده شباكه. اهلا اهلا يا الشاب ده، يتوب يا مش هيحصل. طيب ده بكلم سيدك المرسي، وراح واخد بعضه وراي على الخدمه عشان ايه ينام. بقى بنتي تنهان وانا ضيفك يا ابو العباس. كرمتي انا عند الرجال تنداس. وماله؟ لا الشاب ده يتوب، لا احاسبه بنفسي حساب. قدام بوليس الادب اسئه مرار الكاس. الرد كان فوري من سيدك المرسي، مش اطلع فوق انزل تحت، اطلع من نافوخنا يا سيد، لا مش هنا، لا. الرد كان فوري على طول، سيدك المرسي في المنام قال ايه للشيخ نور وبنته؟ وراه وراهي وحسيب تنك وراه لما تجيب، وراه وراهي وحسيب تنك وراه لما تجيب، مهمتك انك تهدي يمكن ما هوش عارف عيب، يمكن ما هوش عارف عيب. بلاش هزية يا شيخ مدح، روح سوقه يمكن يرتاح. بلاش هزية يا شيخ مدح، روح سوقه يمكن يرتاح. واسيه كسب نور الفتح، اسيه كسب نور الفتح، وارميه بسهم الهدى صيبه. وراه وراه وعتسيب دنك وراه لما تجيب، ومهمتك انك تهدي يمكن ما هوش عارف عيب. بلاش هزية يا شيخ مدح، روح فوقه يمكن يرتاح. وشيه كسب نور الفتح، وارميه بسهم الهدى صيب. شباب من اجل الحتة شافوه قدام بيوتهم رايح جاي، عملوا له فخ اوام سنقوه، وقالوا له مين جابك في الحي؟ انت حرامي قليل الدين ولا ضلالي بتاع نسوان؟ ما تقول يا فندي سيادتك مين؟ شموا ريحته لقوا سكران، شموا ريحته لقوا سكران. ضحك وقال انا ابني غرام، وبحب زينب وانا مفتون، ودوني بيتها الليل انام. في حضن جوا كل ممنون، في حضن جوا كل ممنون. قالوا له زينب مين روح؟ خلي الليله دي تفوت على خير. قالوا له زينب مين روح؟ خلي الليله دي تفوت على خير. نجح زعلوي قوى مشوح، في وش ربه زي مشير، في وش ربه زي مشير. قالوا له بطل شقاوي جنون، وفوقوه باربعة اقلام. خدوا وراحوا على الكراكون، وعلى البلاط اتلقى احنا موحد. العفو.
اخو من شام الكرام يا شيخ مداح، والناس الصالحين بيعفو عن الناس. اسمع تنك ورا الود ده، الود ده ان شاء الله ربنا هيكرمه بأدرويش، ده شاف الرؤية. فرحت ان يوم يسأل على نجاح، لقاهم قبضوا عليه ماشي بيعكس واحدة بالليل، فقاموا حاطينه في السجن، فقال لازم اقف جنبه، وراح واخد بعضه رايح على القسم الصبح كده، ومش الشيخ نور وبنته معاه. السلام عليكم حضرة الصبر. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندكم واحد اسمه نجاح؟ قالوا له ده واد خطير، خطير على الأمن. ايه ما حدش معاه فلوس الا هو، كل ليلة يسهر في بار ويعاكس البنات، ده لازم يفضل في السجن. قال له طيب يا حضرة الضابط، خد عليا إقرار وأنا مسؤول عن الولد ده، وسيبوه لي شوية. قال له انت راجل طيب، بنسمع عليك كل خير يا شيخ نور. فبعد ما طلع صاحبنا من السجن جوه، حضرتك تبقى مين يا عم؟ قال له تعرف دي؟ قال له اه دي زينب. قال له انا ابقى ابوها. قال له بعاكس بنتك وجيت تقف جنبي. بص له الشيخ نور كده وقال له بتزني بالعين يا راجل عيب واستغفر، اوعى تقول انه امر الله ومقدر، ده شغل ابليس ومزاجه الخلق دي تكفر. والنبي اخواننا الشباب، مش كل الشباب، في شباب صالح، اخواننا الشباب اللي يمشوا في الطرق وصفر وقول يا عين على الصبر. عاوزين نصلح مع ربنا عشان ربنا يبارك لنا في القليل اكتير. والله بتزني بالعين يا راجل عيب 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 واستغفر، اوعى تقول انه امر الله ومقدر ومقدر، ده شغل ابليس ابليس ومزاجه الخلق دي تكفر. على كل حال يا نجاح، عاوزك بقى تفكر في اللي جرالك ومن اللي صار تستعبر، ده الثاني يوم القيامه مذنب ووجهه غبر، والعبد مهما كبر رب العباد اكبر.
له يا عم الشيخ؟ قال له نعم. قال له انا بعهدك وربنا شهد علي. قال له خير يا نجاح. قال له انا بشكرك وعمري ما هشرب اي كيف من المكيف، خلاص تبت الى الله. قال له ده كويس. والناحيه الثانيه بقى يا اخ، قال له موضوع الحريم؟ قال له اه. قال له اهو ده الداء اللي مش ممكن اقدر اسيبه ابدا. قال له ازاي؟ قال له فاتت عليا واحده وما كلمتهاش، اتعب قوي. قال له على كل حال انا بشكرك على الصراحه دي، طب اسمع منك ولا هخليك تسيب الحريم كمان. قال له يا ريت اديني حقنه كده يمكن تيجي في العرق كده وتعمل على طول. فبص له الشيخ نور الدرويش وقال له ايه؟ اذا كنت عاوز تنول السعد دنيا ودين، خالف هوى النفس والشيطان سوى الاتنين، وصل لسانك ولا توقعش بين اخين، والغير حريمك ما تنظرش ولو بالعين. اهلا شيخ غفر. يا واد يا نجاح. قال له نعم. قال له الايام دي ايام مباركه والناس كلها بتسافر تزور حضره النبي وتحج، فعشان ربنا يغفر لك ذنوبك بالمناسبة الحلوة دي تروح السنة دي تحج وتقف على عرفات وتطلب من الله كل طلباتك هتجاب بإذن الواحد القهار. فرح قطع له جواز سفر وتذكرة وسافر على مكة المكرمة عشان يحج ويزور حضرة النبي، وربنا ما يحرمكوش جميعا من الوقوف بعرفات يا رب. الشيخ نور كان له ثلاث بنات، زينب والطهرة وكريمة. فزينب كانت حجت في سنة من السنين مع أبوها، السنة اللي سافر فيها نجاح عشان يحج ويتوب إلى الله، فالراجل خد الطهرة بنت الوسطانية دي وراح يحج ونجاح ما يعرفش. فماشي في منى لقى خيمه كده ملموم عليها ناس كتير، واحد قاعد في الخيمه جوه بصوت جميل عمال بيوصف في مكه وبيقول. فنجاح وقف مع الناس عشان يسمع الصوت الجميل ده بيقول ايه ومنين. سمع الراجل بيقول ايه؟ مكه يا بلد الحبيب، مكه يا بلد الحبيب، فيك العليل ارتاح، يا ارض طهرة يا ارض طهرة، ترابك ريحته مسك وفاح. فيك مقام الخليل، فيك كعبة الفتاح، وفيك ولد النبي، وفيك ولد النبي احمد، ونوره صغر بيهدي جميع البشر ويطهر الارواح. Thank you.
ما سمع الصوت الجميل فشاء القدر وجات الطهرة فلمحها نجاح. ما يعرفش ان دي بنت الشيخ نور، ولسه كمان ما يعرفش اللي جوا في الخيمة موصف في مكة الشيخ نور المداح. فلما شاف الصبية يا سلام ده حلوة قوي، تاني جايز خير برضو، بصراحة حلوة قوي اخر جمال وشباب، وعينيها سودة وكحيلة ودمها جذاب، وخديها عليه ورد لونه يشبه العناب، فضل يبحلق لها وعينيها تاكلها، وقال ضروري حطولها لو حتى تضيع لرقاب. تاني ونادى عليها جسمها يا البت نيتها سليمة، دول واقفين في مونة ولسه ما خلصوش رمي جمرات. قالك نعم، قال لي ده وحياة محمد شفيع الخلق اسمك ايه؟ قالت له حلفتني باللي شفعت عليه، ده انا اسمي طهرة يا سيدي والسؤال ده ليه؟ ضحك وقال اقعدي ولهيني على مهلي، قلبي انفتح لك يا ست يا طهرة حن عليه. كان الرد منها ايه يا اخي المسلم؟ ابوها بدأ يتنبه وسمع كلام الواد بره وعرف ان ده نجاح وبنته اللي بترد عليه بقى. قالت له اخي انت جاي تحج ولا جاي تبص البنات الناس؟ خليك مواطن بره، يلا يلا. ده انت يا اخي لسه ما خلصتش المناسك. وقالت له كلام الواحد الحقيقه بيلاحظ انه بيشوف احوال من دي كتير قوي في هذا الزمن بالذات. بتقول له ايه؟ بتقول له فيه ناس بتيجي هنا علشان تزور وتدوب، وناس بتيجي تزور وقلوبها دايبه دوم، وناس بتيجي تقضي الواجب المطلوب، وناس بتيجي عشان كلمة يا حج يا دوب، وناس بتيجي عشان كلمة يا حج يا دوب يا دوب يا دوب يا دوب، ده لقب بياخدوه وثوابه مجوش محسوب، وناس بتيجي وناس بتيجي دموعها عالخدود سايلة، وناس بترجع وشايلة فوق زنوبها زنوب. تعالى يا ولا. قال له نعم. عم الشيخ نور انا اسف. قال له عارف اللي انت بتبص لها دي مين؟ دي بنتي، احنا اتفقنا على كده. فبكى. قال له من هذه اللحظه تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت، خلاص عمري ما هبص الوحدة من هذه اللحظه. وفضل يبكي بقى ويقول ايه؟ يا بنتي يا مدلعه دلعك بيعجبني لكني راضي
مادام يرضيك عاجبني يا مفوت انا عزوتي ومراتي كمان وابنك. يا عيني يا استاذ ابراهيم يا شاهين. يا بنتي يا مدلعه مدد يا ست زينب الله يخرب بيتك. لكن مرادي بدل يرضيك عاجبني يا وحط صوابعه في عينيه قال له هتعمل ايه يا نجاح؟ شوفوا بقى التوبه اللي بإخلاص. قال له انا هقلع عينيا عشان هي اللي هتدخلني جهنم عشان اضمن التوبة. قال له يا سيدي بلاش تقلع عينيك، انت مش نواتي ان انت تتوب؟ قال له ان شاء الله. وبعد ما حجوا ورجعوا بالسلامة فضل يأنب نفسه ونجاح ويقول ايه؟ كان يقوم والناس نيام يتهجد في المساجد. شوف الشاب اللي كان مدمن خمور، الناس تبقى نايمة وقاعد جنب المنبر يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ويحط صابه على عينيه كده ويقول ايه لنفسه هو قاعد بقى ربنا. بقالي مده وانا يا عيوني بهديك الى طريق الهدى ومنايا احميك. يا خير شغل بيت دي يا واد يا ماجد. بقالي مدة وانا يا عيوني بهديك. حرام في النار توديكي بلاش بلاش بلاش. بقى تنظري الى الحرام يا عين. ثلاث اربع شهور كده جالي العيش والملح ما كانش له في قلبك كده حنيه ما تنزل تزور سيدنا الحسين وتروح للراجل اللي كان السبب في توبتك هو وبنته تزوره؟ خلي بالك بقى. فركب القطر من سيدي جابر ونزل على مصر. فالبنت الاخيره الصغيره بنت الشيخ نور ركبت القطر وعرفت الواد لما شافته صورته موجودة عندهم. قالت هو ده نجاح. طيب معه جنبه كده علشان اشوفه تاب الى الله ولا لسه هيبص لولاد الناس على ما نوصل مصر. فسابت الكراسي كلها وراحت جايه جنبي نجاح وقعد. قام نجاح قال لها ايه ده
ابعد عني لو سمحت. قالت له ابعد عنك ليه؟ قال لها الكراسي فاضيه كتير اهي، انا ما بحبش الحريق. قالت له لكن انا بحب الرجاله. يا بنت اعملي معروف ابعد عني. قالت له مش هتنال. قال لها انا اسيب لك الكرسي انا. وقعد في كرسي تاني، راحت سايبه الكرسي وقاعده جنبه تاني. فبص لها كده وقال لها والله لو انت ملك الجمال فانا مش هعبد الا اللي خالق الجمال، روح اشوف لك صرفه. وبص كده وقال ايه؟ قالوا معليقة صبية ووصفوها الرجال بالذات طرشة وعرجة وعمية واسمها عناية. خلي بالك يا واد يا مجروح يا واد. المهم ان الشباب هنا حتى زي القمر، شهاده لله يعني والله شباب مؤدب. ويوصفوا جري قلب الزاد طرشه وغرقه وعمياء واسمها عنايات. طرشه وتسمع دبيب النمل في الظلمه. خير يا استاذ الحميد، صباح الفل، صبحنا على استاذنا الاستاذ رياض، صباح الاسره. طرشة وتسمع دبيب النمل في الظلمات عمياء وتنظر بعينها من بعيد ذره. وتمسك محارم من الحرير حلة. شرمة 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 وتشرب قهاوي معجبة بكاسة. يا رب يا رب. شرما وتشرب قهاوي معجبة بكاسة. وتطحن جماء الحب بالألوفات. عرجة عرجة وتمشي بأبقى الكيلو في لمحات. أنا جيت أصلي وراجع وأعقد النيات. صحت صلاتي وصارت ابن الديب الزاد. هي الجلالة هي الجلالة تجلت في معاني الزاد. لقى جنب عروسة أمور مخلوقة في أجمل صورة، في عينيها كلام وجسورة. بتنادي لكن بسبب بتنادي لكن بسبب الشعر اسمر والمطر
بديها ورد مصهر وعيونها بلون العنبر خديها ورد مصهر احمر زي الشربات بيبص لادب الصار جه بعيد لزق جاره بيبص لادب الصار جه بعيد لزق جاره سكته وسايبها على ناره عاوزك يعمل إشارات الحب عيد عنها في طلقة من قبل ما نبقى في ورطة الحب عيد عنها في طلقة من قبل ما نبقى في ورطة وضيع تبدي أولقة واندم على كل ما فات واختمت حبي ويهرب من محدود عينه غفلت لطش النوم وفي مصر سمع أصوات أم بيبص يشوف إيه لا إذا بتحن عليك ساعتها كتس صحيح شكر جو قال سلامات وسأل جبني يا سليمة عالاسم قالت له كريمة سألها ابني يا سليمة عالاسم قالت له كريمة في القصر العين حكيمة وحدايا تلات عيادات وفي زحمة الركاب هربت منه يا حباب وفي زحمة الركاب هربت منه يا حباب كأن جبل حطاب أو حلم وعدت وفاب قفل البيت تضيع تبت أوانطة فقال إن شاء الله ما القطر يوصل طنطة هنزل أزور سيدي أحمد البدوي واركب بجوه واروح على مصر واسيب لها القطر كله وجه يا أسيادنا قبل طنطة بشوية ونعس كريمة مراقباه فلما القطر وصل محطة باب الحديد قالت له أخ أنت يا خالد اصحى يا ابني خلاص وصلنا لاخر محطة يا ست متشكرين قوي اسمك ايه قالت له انا اسمي كريمة طب استني خديني معاك اخدك معايا وسابته ومشيت لما وصلت كريمة وقالت لابوها عن اللي حصل قال لها يا ستي ده شيء انا بفتخر بيه يا ريت كل شاب عاصي يتوب الى الله ويندم وربنا يختم للجميع بالايمان ده شيء بيشرفني قوي طب اسمعي بقى الواد ده لازم هيزور سيدنا الحسين وجيلي ساعة ما يجي حاسبكم معاه تلبسوا له ملابس شوفوا بقى ملابس تغريه لما نشوفه هيفضل تائب الى الله ولا الملابس هتغريه والشيطان يضحك عليه لسه قاعدين بيتناقشوا مع بعض شويه والجرس ضرب مين قال له ده انا نجاح يا عم الشيخ نور نجاح فتح له الباب اهلا وحشني يا ابني والله ايه يا اخي احنا ما وحشناكش تيجي تشوفنا قال له والله انا مقصر يا عم الشيخ ربنا يكرمك الحمد لله انا ماشي تمام بس ربنا رزقني بوحده في القطر يا سيدنا الشيخ بنت فجر قوي كانت هتضيع طبت اوامك قال له بعدين قال له ما قدرش يتعمل معايا حاجه قال له طيب انا حاضر مصلحه وحسيبك 10 دقايق وجاي قال له لا خدني معاك هتسيبني مع بناتك ازاي قال له يا خبر ابيض انا لو مش مآمن عليك وبعتبرك زي ابني اسيبك مع اخواتك اكون مطمئن لكن حد غيرك لا يمكن خبر ايه ما تزعلنيش يا نجاح وسابه مشي صاحبنا قاعد ماسك السبحه وصلي على حضره النبي فلقى الثلاث بنات داخلين عليه زينب وكريمه والطهر دخلوا في ملابس السهره وجميع مفاتنهم ظاهره سكاره وعلمك شو
شافوا اللي كان مدمن حريم ساعة ما شاف المنظر ايه اللي حصله شافه موي وقع من طول قعدوا حواليه وقالوا له شافه موي وقع من طول قعدوا حواليه وقالوا له اللي ما قلتوش قولوله العيب اعمله معروف العيب اعمله معروف ما خلاص دوبنا يا حلوين وسافرنا وزورنا الزين ما خلاص دوبنا يا حلوين وسافرنا وزورنا الزين عقبالكم سنة واتنين نحج البيت ونزور ضحكم وقالوا له من امتى معقول هتوب يا واد انت اطلع من دول يا واد انت ورقات يا حبيبي ما تشوف شافهم ووقع من طول قعدوا بحالي ويقالولو اللي ما قلتوش قولولو العيب يعملوا معروف ما خلاص توبنا يا حلوين وسافرنا وزرنا الزيت عقبالكم سنة واتنين نحج البيت ونزور ضحكم اقعد يا اخ اقعد يا شخص لسه ما خلصناش يا اخ شويه ودخل الشيخ نور المداح لقى صاحبنا مغمى عينيه ايه مالك يا نداح قال له يا سيدنا الشيخ بناتك دول مش كويسين قال له ليه قال له شوف دخلوا عليا بملابس وحشه لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله يا إخواننا أنا تبت إلى الله وحجيت وزرت حضرة النبي ما فيش فايدة فالراجل تبسم ودخل على بناته الثلاثة وقال لهم الأخ ده بقى خد كم درجة في الامتحان قالوا له يا بابا 100% ما سقطش ولا في درجة واحدة قال له يا شيخ نجاح قال له نعم قال له الثلاثة واقفين قدامك هم مين من البنات الثلاثة تختارها عشان تبقى زوج بنتي وابني في نفس الوقت قال له انا اختار بس هتاخد مني مهر كام قال له المهر بتاعي مش مال المهر بتاعي تمسك السبحة وتصلي على حضرة النبي 2000 مرة قال له طيب انا هختار زينب لاني انا لولا قابلت زينب ما كنتش هقابلك وما كنتش هتوب الى الله فاللي هي قابلتني انا اولى بيها وهي اولى بيا لتعملوا لي العظيمة زي جمرائيل وخدونا غني كسبني الشوق لآل البيت ومدحت طاج النبي وقلت واتمنيت ان الاله يكرمه بذريه زي الفل واللي يسعد الكل والبهجه ويسعد الكل والبهجه تعم البيت املنا كلنا نزورنا بينا املنا كلنا نزورنا بينا بكره ولا بعده كانت هذه أيها السادة هي الوصلة الأولى أزعناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة ونقلناها لكم من تلبنت أبشيش مركز الباجور محافظة المنوفية أيها السادة استراحة قصيرة وسألقي عليكم وصلتنا الثانية بمشيئة الله تعالى